السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا موقع مهم لموضوع البحث العلمي. لو انت بتكتب بحث فانت ممكن تروح لأي موقع من مواقع زي مثلا شات جي بي تي، او ممكن تروح الجيميناي تبع جوجل او اي حاجة. لكن الموقع ده بقى ميزته هو بيعتمد على المواقع ديت، لكن هنا مركز على المواقع الأكاديمية. يعني لما بسأله سؤال مش بيروح يدور في النت، لا بيروح يدور في جوجل سكولر والمواقع البحث العلمي ويديني الإجابة من المواقع ديت. فده كويس جدا لو انت بتعمل بحث علمي، وبيديك طبعا المراجع عشان تتأكد من الكلام اللي هو بيقوله. فطبعا فكرة ان هو يديك المراجع ده هيسهل عليك كتير جدا. هو معتمد على يعني قاعدة بيانات قوية جدا من الابحاث العلمية في مجالات مختلفة، تقدر ان انت تسأله اي سؤال ويجاوبك عليه على طول. تمام، يعني ممكن اديله اي سؤال واقول له جاوب على السؤال. طيب خلينا نبدأ نعمل الحساب بتاعنا. هو مجاني، معاك 5000 كريديت مرة واحدة، تمام، يعني مش كل شهر. هنا هيبقى معاك 12000 كل شهر بس ب10 دولار. طيب انا هقول له ساين اب، هو بيبدأ بقى يسألني عن معلومات عني. تمام، استخدام بروفيشنال، الشركة بأريبيا. بعد كده بيقول لي انت ممكن تدور تسأل اي سؤال عشان يجيب لك البيبر المتعلقة بالبحث بتاعك. تمام، فهو بيبدأ يدور في 125 مليون اكاديميك بيبر. طبعا الرقم ده قابل للزيادة، مش بيقل. تمام، فممكن اقول له انا عايز اشوف الريزولت، او عايز اعمل سيرش هنا، او هات لي فيرست فور ابستراكت، فيجيب لي بقى الابستراكت. فابدأ اشوف هل هو ده فعلا الاجابة، او هو ده المتعلق بالبحث بتاعي. تمام، هو ده اللي ابدا ان انا اعتمد عليه، اقدر ان انا افتح البحث دوت. تمام، فهيفيدني ان هو يجيب لي البيبرز المتعلقه بالموضوع بتاعي. ممكن تقول له اكستراكت داتا فروم بي دي اف، هديله بي دي اف ويبدا يجاوب من خلال الملف دوت. ممكن ليست اوف كونسبتس، تمام، يبدأ يقول لي ايه الحاجات المتعلقة بالبحث بتاعي. وعند هو بقى بيبدأ يدور في الأوراق كلها، ولو في اي حاجة متكررة يبدأ يحذفها. هيبدأ يديني اجابة اكاديمية، مش يديني المصادر، لا الاجابة نفسها اللي انا ممكن ان انا استخدمها في البحث بتاعي. تمام، دي الاجابة وده السورس او المصدر، بحيث ان انا ممكن اتاكد من المصدر بتاعي. يعني اقدر ادوس هنا، ده لينك يدخلني على المكان اللي جابه. هو بيشوف ايه الابحاث المتعلقه، بيبدا يجيبها لي، وبعد كده بيشوف ايه الحاجات اللي مكرره بحيث يجيب لي يونيك. يعني هو لا 60 ورقه في الاخر، قال لي في 33 ورقه هم دول اللي الكلام فيهم مختلف. تمام، فتبدا ان انت تخش على طول، فده بيوفر له وقت كتير جدا لا في مجال البحث العلمي. تمام، تبدأ تختار أي موضوع، تكتب له أي سؤال، يبدأ يجيب لك الأبحاث الأكاديمية، مش بيقعد يدور على النت. دي summary of top، دي ملخص أفضل إجابة لقاها. تمام، فدي اللي أنت ممكن تعتمدها، ومعها المصادر، فده يوفر عليك وقت كتير.